معراك متعه الاعلام الجاد والهادي. للمزيد من المستجدات والاخبار زوروا موقعنا سكوب ماروك ويما. السلام عليكم. بطبيعة الحال يعني اليوم تتواجدوا في إقامة غزلان ما يصطلع عليها بالإقامة ديال الفاسي، رفقة السيدة المحترمة أحلام بن بنور رئيسة جمعية تنمية الأسرة الشاوية. بطبيعة الحال يعني الشكر موصول لهذه الجمعية اللي خدت هذه المبادرة الجميلة من خلال تزيين الواجهات ديال هذه الإقامة، والشكر أيضا موصول للمجلس الجماعي اللي ساهم يعني حتى هو في هذه المبادرة الجميلة. فكنتمناو احنا كجمعويين أن هذه المبادرة الجميلة أنها تعمم على جميع الأحياء اللي كتواجد في مدينة سطات. ومرة أخرى يعني تنشكروا كل الفعاليات الجمعوية اللي ساهمت أيضا مع جمعية تنمية الأسرة الشاوية. قررنا على الأساس باش نساهموا مع جمعية الأسرة الشاوية في الحملة اللي عمت جميع إقامة غزلان. وهذه المبادرة كانت طيبة ونموذجية من نوعها في مدينة سطات، وتنشجعوا أعضاء جمعية أسرة الشاوية وكافة الجمعيات المبادرة اللي ساهمت في الحملة، ونتمنوا أن تعم جميع الأحياء ديال المدينة، ونتمنوا التوفيق للجميع. تفضل. السلام عليكم. بالنسبة لهاد الحي هذا احنا كتشوفوه تنقى شوية ولا شوية مزيان، يعني بفضل المبادرة ديال الجمعية اللي هي كتكون فيها عضو أحلام. احنا تعاوننا مع الشباب ديال الحي والناس ديال الحي، احنا نقينا شويه ناس بغنا نقينا، يعني كنحاولوا نصلحوا الوسائل اللي هي كتبشر بالصعوبه الاصلاح. وكما كنتمناو ان شاء الله نزيدوا نعاودوا نزيدوا اكثر من هذا الشيء اللي كان. وانا شبقى تشهميش في الدرب، وانا شبقى هادشي ديال السكيري والشمكير، بغينا نقيو الحي فهمتي. ودابا راه الحي راه بدا يتنقى شويه دابا الحمد لله. الحمد لله الدراري تعاونوا معانا، كاع الدراري تعاونوا، ولاد الحي كاملين تعاونوا، كلشي تعاون. ديما حنا ديما بحال ما براني ما يبقاش يطلع عندنا هنا السكيري، ما بقاوش يطلعوا الشفار، ما بقاوش يطلعوا هادشي كامل سديناه، الحيوطه كاع سديناه. الحمد لله دابا الحي بدا يتنقى دابا بحال ما الحي هذا كان الاحياء بغيناهم يكونوا بحال ما. حنا الله يجزيكم بخير، الله يكثر خيركم. هاد المبادره ديال هاد الحي ديالنا رانطفو هاد الجمعيه ديالنا، الله يكثرهم الشبان ديالنا، وهاد الناس مكلفين بهذا الشيء ديال النظافه ديال هاد الحي، بغينا ربي ينظفهم من عنده. الشباب ديالنا، الشباب ديال الحي خدامين في هاد الحي ونقاو هاد الحي، وكنطلبوا من الله تبارك وتعالى ينقيهم من الذنوب. وانت انتما تعاونتم مع هذا الحي، بغينا لكم العوين من عند الله تبارك وتعالى. وكذلك كما قلت الجمعيات الفاعله في مدينه سطات، الشكر موصول كذلك لجميع من ساهم في المحافظه على هذا الحي من الساكنه التي مدت لنا كذلك يد المساعده، وكل من ساهم في هذا العمل الجمعوي الذي نتمنى أن يشمل جميع الأحياء بمدينة سطات. وكما تلاحظون أنها تمت عملية تبليط الجدران وصباغتها، وكذلك وضع جداريات على هذه الجدران. والشكر موصول للساكنة على الدعم والتفهم
ومد العون وكذلك المساعدة وكل المتدخلين في هذا العمل الجمعوي. وكذلك نشكر السلطات التي تقف معنا دائما من أجل دعم كل ما تقوم به أي جمعية من الجمعيات سواء على المستوى الفني أو الثقافي أو الرياضي. هذه المبادرة قمنا بغلق جميع المنافذ على الديار الفارغة، وقمنا أيضا بعملية تبليط وجداريات وعملية غرس وبستانة، وكان هذا الشيء كله من مساهمة الساكنة، مبادرة من الساكنة ومن بمشاركة مجموعة من الفعاليات الجمعوية في الجمعية. وايضا كنشكر الداعم الاساسي والمجلس الجماعي، كنوجه له تحيه خاصه السيد رئيس عبد الرحمن العزيزي ورئيس المرافق العموميه رشيد متروفي ورئيس المستودع البلدي مصطفى غرغاري على مساهمتهم دائما في جميع انشطه الجمعيه.